القرار الأوروبي برفع حظر الأسلحة عن المعارضة أثار استياء عدد من المحللين الروس، ورأوا فيه فتحا للأبواب أمام بعض الدول الأوروبية كفرنسا وبريطانيا لإرسال السلاح لإرهابي المعارضة، ويشكل عرقلة للمؤتمر الدولي القادم في جنيف. قرار الاتحاد الأوروبي الذي عمليا فتح الإمكانيات للدول الغربية لفرنسا وبريطانيا الذين يعرضون الفكرة منع تصدير السلاح إلى سوريا للمجموعات المسلحة الإرهابية في سوريا، هذا قرار معلق تبتدئ فعله في شهر سبتمبر، ولكن هذا نوع من الضغط السياسي على مشاركين في مؤتمر جنيف. هذا نوع الضغط السياسي على روسيا التي تصر على انعقاد المؤتمر جنيف في أقرب الوقت ممكن. أمريكا أمام اختيار صعب، من ناحية أمريكا لا تحب أن تصطدم مع روسيا الفيدرالية، ومن ناحية أخرى هي لا تحب أن تعترف الخسارة السياسية التي هي اليوم تشاهد في سوريا. صمود الشعب السوري في مواجهة التحديات خلال سنتين والوحدة الجيش، وحدة القيادة السورية أكدت مرة أخرى أن لا إمكانية للغرب على طريقة تشجيع المجموعات المسلحة الإرهابية على طريقة غير القانوني أن يفوزوا على السلطة السورية. إن قرار رفع الحظر واستئناف توريد الأسلحة للمعارضة السورية استقبل في موسكو على المستوى الرسمي وعلى مستوى الخبراء بأسف شديد، وهذا القرار سيء جدا ونحن ندينه بشدة. أما فيما يخص القرار الروسي بتصدير السلاح للدولة السورية أي منظومة صواريخ S-300 فقد أثار حفيظة الغرب، وقدم الإسرائيليون إلى موسكو لوقف هذا القرار، ونحن في روسيا ننفذ عقودا قديمة وسوف نستمر بتقديم السلاح إلى سوريا. إن الحديث عن الممرات الإنسانية يدور منذ فترة طويلة، وأريد أن أقول إن هذا الموضوع لا يثار في فرنسا فقط وإنما يبحث في الولايات المتحدة أيضا، حيث يخطط لفرض منطقة حظر جوي فوق الأراضي السورية، ولكن وجود المخططات لا يعني القيام بتنفيذها، إذ أن توفر منظومات الدفاع الجوي S-300 بحد ذاتها سوف تعيق تحقيق مثل هذه المخططات، وتعد هذه المنظومة عامل ردع جيد بالإضافة إلى مجموعة السفن الروسية الحربية المناوبة في عرض البحر الأبيض المتوسط.